ومنافسه التكاليف آه. ومنافسه الجزء التنافسي بقى برضو نعم. مهما كان الشخص غير دوله آه. يعني ما طبعا. فالحقيقه ده برضو خلى في احجام وخد الناس تستنى احجام عشان انتظر اشوف الناس إيه؟ الناس عاوزه قوه الدفع وده اللي حصل بقى النهارده. النهارده طلع القائد ايه التغير لا الرئيس قال ما هو تدخل الرئيس بقى عشان تم القطاع الخاص ويقول احنا كنا فتره معينه بنعمل ونعمل 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 لكن ما عندناش مانع ابدا بقى احنا ما عملنا ده ورفعنا قيمته. هو خلي بالك كل اللي عملته الدوله تضاعفت قيمته. والنهارده انت لما تيجي مثلا على قناه السويس النهارده لو بتعمل مشروع ده النهارده يكلف 3-4 اضعاف. لو انت المباني والانشاءات اللي عملتها من قبل 2-3-4 قبل كورونا وقبل الكلام ده تعملها النهارده هتكلف 3-4 اضعاف. فالنهارده القيمه المضافه دي الوفر اللي عملته الدوله انها عملت هذه المشروعات والنهارده ضغطت في فتره معينه ده النهارده قيمته النهارده تضاعفت. فممكن لما لو خرجت منه الدوله النهارده وده ده القصه بتاعت التخارج بتاع حقوق الملكيه اللي اتفضل بها سيد رئيس الوزراء التخارج منها ده يدي مرحله جديده من التفاعل مع مناخ الاستثمار ويقول للمستثمرين الدوله قامت بدور في وقت معين كان لازم تقوم بيه كان لازم تقوم بيه واذا ما كانش في استثمار النهارده الدوله بتبدا تتخارج تباعا من بعض الانشطه اللي ممكن قوي القطاع الخاص يحل محلها فيه وبالتالي هي الدوله كسبت. ايه الجديه؟ طب ايه الجديه؟ ايه الجديه اللي قدام الناس النهارده ان الدوله فعلا هتتخارج من اللي قالت عليه ووثيقه ملكيه الدوله وخلال 3 سنين هتخرج القطاع الخاص ينتقل من 30 الى 65%؟ ايه الجديه؟ المفروض انه شوف هو طبعا ده تصريح طلع وانا بحييه بس احنا عاوزين زي ما حضرتك قلت كده الجديه فيه. الجديه نمره واحد في البيروقراطيه لانه جزء كبير جدا من لسه موجوده؟ طبعا 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 لا في محاولات في لتعطيل كلام. لتعطيل ولا تسريع؟ لا في محاولات للتسريع تسريع لا دلوقتي الاتيتود اختلف والحقيقه لما تقعد مع القيادات الكبيره حلوين قوي والاتيتود بتاعهم حلو جدا ومشجعين ودافعين بس انا المهم الورق بيخلص ازاي لكن لما تنزل بقى انت تحت مستوى تحت ده ممكن بقى تلاقي بقى ايه التعطيل تلاقي بقى عقول تانية وواحد عاوز يحط مسمار والتاني عاوز طب ما ده اللي السيد الرئيس قال عايزين نغيره جمهوريه جديده عايزين نغير العقول دي ده بقى تغييره سهل قوي لما تخش في عمليه الرقمنه لما تخش في تبقى كل حاجه يعني ايه بقى ديجيتال وتخش كده محمد بيه حضرتك حكيت لي قلت لي على التليفون ده بيخلصوا اجراءاتهم من غير ما يشوفوا بعض بيخلصوا اجراءاتهم ما انا بقول لك اهو احنا عندنا لغايه النهارده هقول لك على مثلا لما قامت الحرب بين روسيا واوكرانيا الناس هاجروا دي بليونز مليارات طلعت دولارات راحت فين دبي راحت دبي وراحت تركيا كنا ممكن نجيبهم هنا طب ليه ما جوش لانه لما تيجي انت اولا بيع العقار ما اخدش الصيغه السريعه اللي عند الدول دي ملكيه العقار والسماح بملكيته تسجيل العقار وسرعته التحويلات الفلوس وادائها لا يعني ما مش عاوز اتكلم عن يعني بس عاوز اقول لك انه في دول عندها اسمها العقد الموحد